هكذا تبدو الساحات والشوارع والمدن المغربية، فرحة عارمة واحتفالات حاشدة للإنجاز المحقق للمغرب. الله يفرحهم، وهذا انجاز كبير ان شاء الله. وديما مغرب، وديما مغرب، وديما مغرب. الله يحفظكم، تحياتي يا المغرب. الشعب المغربي كان في امس الحاجه لهذه الفرحه اللي محتاجينها بشحال هذه. وديما مغرب، عاش الملك. المنتخب المغربي إذن يصنع التاريخ، أول منتخب عربي يصل إلى هذا المستوى في نهائيات المونديال. هذه المرة الأولى في التاريخ التي تحتفي فيها الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج بهذا الإنجاز. الجماهير المغربية تقدم على الخصوص التحية للمدرب المغربي وليد الركراكي، وأيضا لحارس المرمى ياسين بونو. طموح الجماهير المغربية الآن أصبح أكبر، الجميع هنا يحلم بتحقيق المنتخب المغربي للمعجزة، ولما لا تكون كأس العالم. المنتخب المغربي يمثل فقط المغاربة، لكنه يمثل العرب ويمثل كل الشعوب العربية التي صفقت عاليا وشجعت وليد الركراكي وأشباهه وأسوده. فاطمة منور، الحرة، الرباط.